بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وهو المستعان. نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء، لا يفوتني أن أشكر وأحيي عاليا الأحرار والحرائر، الشرفاء والشريفات، أصحاب الأيادي البيضاء النظيفة التي لا تمد إلى المال العام المؤتمن عليه. كما نحيي عاليا جميع من يدعم ويساند شيوخ التربية والتعليم، لي زونسيان كومباتون لي فري ميليتون، 10200 اللي تقاعدوا تصاعديا من 2003 إلى ما تم 2011، ولما لا 2002 2001 2000 إلى آخره. إذن نكتفي بهذه المقدمة البسيطة، لأن عندنا انشغالات، ولكن كما وعدناكم منذ أزيد من سنتين ونصف لا بد أن نساهم ولو بفيديو واحد يوميا باستمرارية وبدون انقطاع، avec continuité et sans continuité. وهذا أقل شيء ممكن نقدمه إلى شيوخي وشيوخكم، شيوخ التربية والتعليم، لي فري فونداتور ديال لو كور دونسينيومون. هم البنات ديال المنظومة التعليمية وديال المدرسة العمومية التي كانت في أوج عطائها وفي زمنها الذهبي وعصرها الذهبي، وأفرزت نخبا تسير مقاليد الأمور اليوم، والجميع يعترف بذلك ويعترف بالمرضوضية وبالجدية وبالإنتاجية وبالحس الوطني العالي الذي كانوا يشتغلون فيه، رغم أن الظروف يعني كانت صعبة، ولكن بالمقابل الوضع الاعتباري ديال الأستاذ كمعلم سابق القديم، قدماء المعلمين، كان متميزا، وضعا اعتباريا محترما داخل المجتمع. وهذا ما بدأت الآن تطمح إليه يعني الدولة والحكومة والوزارة، وذلك من أجل إصلاح جدي للمنظومة التعليمية وللمدرسة العمومية وفق التصور اللي يعني جاءت بها الرؤية الاستراتيجية الآن ديال 32 مشروع، اللي جاء المهندس المتميز شاكيب بن موسى من أجل تنزيله، لأن القانون الإطار يعني التنظيمي والأجراء الذي يبين بكيف يتم أجراءة هذه المشاريع 32 مشروع، يعني الرؤية الاستراتيجية، ليس بالأمر الهين على أي كان، ماشي أي واحد غادي يجي ينزل هذيك القانون الإطار ديال 51/17، وأيضا يمزجوا ويمشي بالموازات مع ما تم يعني تعديله في الوضع في النظام الأساسي ديال الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة اللي توا بدارة من 2004 2005، ده الإصلاح ديال الإدارة أيضا، وأيضا بالتوجه ديال الجهوية المتقدمة أو المتوسعة إلى آخره، أو أيضا النموذج التنموي اللي كان فعلا السيد شاكب بن موسى هو المهندس ديالو، وأيضا الخلاصات ديال تقرير ديال المجلس الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والبيئي. إذن
فعلا هاد المعلمين السابقين تم فعلا تعسف في حقهم، حرمانهم من حقوقهم، الإقصاء ديالهم، خصوصا من مخرجات ديال الحوار الاجتماعي 25 أبريل 2019 وبدون موجب حق. هادشي علاش تيخليني انا اركز على هذه الفئة، هذه الفئة بصفة خاصة. إذن اليوم سأشير إلى بعض الملاحظات لأثارها بعض باش نقدروا نقولوا لهم باقيين تيمشوا بالفطرة، تيمشوا بالفطرة وبالسذاجة. فنقول يعني كاينين أهل الخبرة وكاينين أهل الفطرة، فبعض كوبنهاجن اللي تيتلاحوا في شي مسائل وما تيكونوش على دراية بها هي التي تعطل الحلول الناجعة والحلول اللي تتكون منصفة دون أن تقصي ولا أحد. وخير دليل هو الملف اللي سموه أنفسهم ضحايا النظامين 2003 35 85 عفوا، ورغم ذلك ما خداو التاء والتنمي ما خداوه، مشاو عطوهم سنوات اعتبارية في آخر المطاف، لأن هذوك الكوبنهاجن اللي كانوا تي جابوا هذاك الحل ضربوا الحساب، لأن سنوات الاعتبارية أو أقدامية الاعتبارية عطوهم ديك السنوات الفاصلة بين 6 سنوات، 6 سنوات اللي حطوها أساس، و10 سنوات اللي هي الشرط النظامي اللي فرضوه علينا في 2004 2005، فرضوه في النظام الأساسي ديال 2003، ولكن المرسوم بجوج صفر 4403 مخرج ديال 2005، وما تنشر تلت سعود فبراير 2006، وكان المفروض أنه يبدأ من سعود فبراير 2006 ولكن طبقوه بأثر رجعي. ومقابل ذلك اش داروا؟ أعطوهم هما كما قلت خداو الأونص مقابل أنهم يغضون الطرف ويميكوا على هذيك 10 سنين اللي جاوا ورسموها وثبتوها كشرط نظامي. لما كانش عندك 10 سنين كاملة ما يمكنش ليك تسجل وتقيد في جداول الترقي باش ترقى. نهائيا. ومن أجل استدراك هذا الخطأ اللي داروه مع بزاف ديال التراجع في المكتسبات، منها الكوطا ومنها هذا الهم الكحل اللي كانت الترقية ب6 سنين ولات ب10 سنين، ومقابل تاني الامتحان الكفاءة المهنية اللي كان ب4 سنين ردوه 6 سنين، كل شيء هادشي تنازلوا عليه وما همهمش، لأنهم هما هاد الآليات كاع ما تيلجؤوا ليها، شدو عارفين 11 غادي يدخلوا ليه كاملين، كانوا قدام في الديس هذيك الساعه، ملي كان الديس هو البلاتفورم قبل من 2003 هما كانوا واصلين ليه وضاربين الديس كاين اللي ضاربوا من الف من 91، بمجرد ما ثبتوا هذيك الاليه فتحوا باب الترقي ل11 دازوا. اذا ثبتوا علينا احنا هذاك 10 سنوات كاملين. اذا من جاوا في 2019 دوك اللي كانوا في اللجان وفي الجمعيه كوبنهاجن قبلوا بالسنوات الاعتبارية ما دام انها راه غادي
غترقيهم وهما يا اصلا سارقين غترقية، وما ما كانوش تيحلموا اصلا يدوزوا للاونز لان مش من حقهم. يلا ديزين غادي 6 سنين، يلا في 2004 يلا دخلوا التاسع، ما عمره كان تيحلم يدوز العاشر، ولا ديز العاشر غادي 6 سنين. علاش؟ لان راسه غليظ، وكان توظف قبل من 80، عنده الاقدامية العامة، الاقدامية العامة، وزادوه الاقدامية الاعتبارية. شوف هاد القوالب، كانت عنده اقدامية عامة، دا بها الترقي من 9 ل 10، وزادوه اقدامية اعتبارية باش دوزوه من 10 ل 11. واللي كانوا ضحايا ديال هاد الهم، واللي كانوا هما الاصل ديال هاد الهم اللي غادي يضربهم، اللي تقاعدوا في 2003 و2004 و2005، واللي كانت هاد المادة 112 اللي كاينين باقي كاع ما تيعرفوها، 15 على 6، تيقولوا لها القاعدة ديال 15 على 6، اللي كانوا خاصهم يدوزوا استثنائيا، عرفوهم تضروا وبأنهم جابوا هذاك 10 سنين، قالوا هادو غندوزوهم استثنائيا، كانت ترقية استثنائية أصلا، وجاو تال 2002 ووقفوها، كانوا خاصهم ما يوقفوهاش، خاصها تبقى غادية تال 2005، تيحيدوا هادو هاد المضرين اللي تضروا اللي تقاعدوا بالتاسع في الاخر، ولاو متقاعدين بالتاسع. واحد لا يفقه شيئا ولا طالع للاونز، وترى مصيبة كحلك، انا مدرر ودخل موقعات مع احتراماتي للرجال والشرفاء الاحرار من هذوك الاخوان اللي كانوا مدررين واللي كانوا موقاتين فعلا، وكنا تيبقاو فينا، وكنا تنظروا في هذوك لي غوميست، هذوك لي غوميست، بعض لي غوميست كنا تنظروا فيهم، لان كنا تنشوفهم كيفاش تيتعاملوا معاهم، لانهم كانوا باقيين غير مرسامين. وهذا الشيء اللي باغيين يديروه دابا، من يولاو داروا تاني العقده ولاو تينظروا للانسان المتعاقد كانه موقعته صافي، ممكن اي وقت يقول لك راه بحالها. كانوا تيقولوا لهم هذيك الساعه الموقعتين داك مكتوبه بالكريون، راك مكتوبه بالكريون بقلم الرصاص، يعني ممكن يمحيك في اي وقت. نفس الشيء باغيين، كانوا باغيين من يداروا العقده، ولاو تيميزوا بين المرسم بالخاضعين الى المرسوم النظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه، وغير الخاضعين للنظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه، يعني راه شي مكتوب بستيلو وشي مكتوب بقلم الرصاص. اذا هذا الشيء خاصو يتحيد، هذا الشيء خاصو يتحيد باش نتجاوزوا هذا الملف، وهذا الملف الشائك ديال المتعاقدين هذا بين قوسين، باش يتجاوز اللي من 2006 جاب لهم بن كيران الاجر مقابل العمل، وهو جالس يضرب 7 المليون، وقيل شي جوج اخرين تاني، وجالس مع راسه 7 المليون ما عمره خدم فيها تيضربها، واحد اخرين جاب لهم مساكن الاجر مقابل العمل وتتفتح، قال لهم انا الاضرابات وقفتهم، وقفت الاضرابات. ما عرفتيش علاش هتوقف؟ ان شاء الله توقف على راسك، احترم. ولولا احترامي لبعض الاخوان والاخوات اللي كلهم كل تقدير والاحترام وتعاونوا معانا، والله العظيم شتي هذا قوة ما يبانش ليا انا، والله لا بان ليا، بالنسبه ليا تعطي على الغوت وداك الشيء. وصلتي تم، وفينا ما نديرو كتار منك، شتي كتار منك جاب ليهم الاجر مقابل العمل، هو ما تيخدمش، والناس مساكن تهضروا على حقهم، تيديروا اضراب على حقهم، ويقطعوا ليهم، كاين اللي تيقطعوا ليه 1500 درهم ويجيبوها ليه بحال تيديروا ليه بينيسيون تاع يكون مزير، واتي يفاجئوه بيه يقطعوا ليه. اذا هاد التوظيف انا نقولها لكم، نجيكم من الاخر، كرياسيون دي بوز بيجيتير انديفيديال استابل، لا قولي ولا داكشي، باش تولي تخضع لواحد 58 صفر صفر 8، لا ما خضعتيش ليه راه ماشي موظف رسمي. والدليل على ذلك انكم في انتخاب اللجان الثنائيه في 16 يونيو 2021 ما خلاوكمش تنتخبوا، لانكم ما عندكمش الحق كموظفين رسميين. اذا خاص هذه المشكله عندهم هما، غادي يمشوا نحو التوظيف الجهوي. اذا مادام انهم غادي يمشوا نحو التوظيف الجهوي ويأطروه قانونيا، ويعطيكم النوميرو دو سوم، النوميرو دو سوم
منصب مالي يكون قار باش تكون يعني استقرار قار وشخصي، كل واحد يكون عنده ديالو، تيبقى معاك حتى نهار تموت، تدخل لانتريت هذيك الساعة تتحال على المعاش وتيعطوك هذيك الساعة رقم معاش. هذا هو يعني الإدماج اللي ندخلوا هنايا، ديال اللي كانوا أصلا بغاو يستدركوا هذاك فوتغراف، هذاك الخطأ اللي داروا الجسيم، هذاك التنازل الكبير اللي داروا، ديال ثبتوا 10 سنين ديال كشرط نظامي، قالوا غنديروا استثناء لهاد الناس لانهم تكرفسوا فعلا، وانهم كانوا ضحايا، وكانوا خاصهم 95 يدوزوا للتاسع ما دوزناهمش، وكان 96 خاصهم يدوزوا للتاسع ما دوزوهمش، خلاهم حتى 97، وفي 2003 خلاهم حتى 2003 ب 13 يوم، اللي توقفت الترقية الاستثنائية في 31 12 2002، وخلاو 13 يوم لنشروا هذاك المرسوم في الجريدة الرسمية، وصدروه ما صدروه تل 10 جوج 2003، ونشروه في 13 جوج 2003، ومين يجيو في 2011 ورقاو معلمين وإعدادي والأملك حل 3001 بقى راجعين من 2000، رقاوهم من 97 حتى 12 جوج 2003. علاش 2003 12 جوج؟ باش الاخرين اللي والنظام الاساسي ديال 2003 ما صدروه بنهار 13 جوج 2003، باش ما تستافدش من هذيك الترقية اللي كانوا داروا في 2011 اللي دوزوا فيها 3000 واحد، وعطاهم سنوات جزافية، ماشي سنوات اعتبارية أو أقدامية اعتبارية، عطاو سنوات جزافية، وعطاو المادة 112 قاعدة 15 من 15 على 6، ورقوهم بيوم قبل لأنهم ما كانش عندهم الحق قبل الإحالة على المعاش، وجنبوهم الحصيل السنوي دوزوهم أوتوماتيكمون. وحنا خلونا، قال لك اسيدي تقاعدوا من 2003 2004 2005 كانوا هما الأولين خاصهم يدوزوا، تا هما كانوا قيدوا بالمادة بالشرط ديال 15 على 6، وطبقوا فيهم الكوطة وتقاعدوا، والتلاوائح خارجة باش يترقاو بأكثر من 3 سنين، 3 سنين هي خارجة قبل ما ليه، من بعد 3 سنين اللي تحالوا على المعاش طبقوا فيهم الكوطة، واخا تقاعدوا ويتقاعدوا بالسلم التاسع، وترقية استثنائية وطبقوا فيها داروا فيها الكوطة، في حين أن الترقية الاستثنائية تتكون بدون كوطة، ترخيص استثنائي مساني موافق عليه الوزير أول إدريس جطو آنذاك، موقع عليه وزير المالية فتح الله والعلو، فتح الله فتح عليه هو فتح الله والعلو، وزير المالية هو مسياني أكوردي بالعطف، وزير تحديد القطاعات بوسعيد حتى هو موافقين، كل شيء موافق، ترقية استثنائية، ترقية استثنائي باش يترقاو استثنائيا، والسلم التاسع دار في طور الانقراض، والكفار بالله طبقوا الكوطة حتى فيك، واخا تقاعدتي داروا فيك الكوطة وتقاعدتي بالتاسع، والكفار بالله اللي سرقوا لك الترقية والمناصب ديالك ما دخلوا التاسع، يلا حط رجلو، ما حط رجلو في التاسع كي اللي ما حط حتى 2004، اللي حط رجلو في التاسع تسابقوا ب 700 سنة للتاسع قدام منه، وترقية استثنائية وترخيص استثنائي، وتقاعد بالتاسع، وهو مجال التاسع مدخل التاسع حتى 2004، وهو اللي مترقي ويستافد من القاعدة ديال 15 من 6 سنوات، يدوزها ب 96، 2010 يدوز ل 10، ويتقاعد في 2016 ويزيدوا أقدامية اعتبارية تاني، داز بالأقدامية العامة، الأقدامية العامة داز بها، سرق مناصب مالية ديال الأفواج 93 94 95 وداز في 2010، وأصلا ما داز تال 97 تال 2004 اللي داز للتاسع، ويتقاعد في 2016 ويزيدوا ثاني سنوات أقدامية اعتبارية،
أقدمية عامة والأقدمية اعتبارية، ومرقي 4 مرات وعطوه الخامسة ولا هو ضحية، ومستافد من الأقدمية العامة ديزا ب6 سنين، ومستافد من المادة 112 القاعدة ديال 15 من 6 سنوات، واستافد من الأقدمية العامة ومن الأقدمية الاعتبارية. والهم لك حل اللي داروا وجايين دروك، هادشي علاش أنا قلتو جايين دوك كبون هرقل اللي كانوا ممكلين يوم الخلعتي بارك انت يتفلاو عليهم، لولا الالطاف ومشينا احنا قلبنا على روسنا وبقاو هما تيتسناو في النقابات، وقالوا لهم الله اعلم احنا ما عارفين والو، جابوهم تل دابا ورا ما تلقى حتى شي حاجه. قدام اللي هذيك 10200 ما كاينش شي واحد اللي كان معترف بشي واحد قاعد ما قبل 2012. الوزير راه قالها بصراحة، جا قالها صراحة، قال لك ما كاينش شي واحد يهضر على ما قبل 2012 نهائيا. كوما مشينا وقرعنا الابواب ومشينا تنجرو، وقفوا معنا الرجال الاحرار والنساء الحرائر وترافعوا علينا داخل قبة البرلمان، وحنا اللي وريناهم داكشي بتفصيل، وريناهم الملف وعطيناهم الحقائق وعطيناهم الإحصائيات والحيتيات والمعطيات بالتفصيل. ولا على هذوك الكبان هرقل اللي تيمشي تيبدا ما عارف هو اصلا ما عارفش الملف كيفاش دار. يلا جايين دركا باغيين تيخرجوا صحاب جوج درهم ولا جوج دراهم تيديروا بعضياتهم، يمشي يدرك بالراد ديالها، تيبقى شاد القنب شاد الناب اللي يدير 10 دراهم كونيكسيون لهم بحال يمشي يبقى جالسي كومونتي الله يغرق لكم الرويد. استسمح من رجال احرار وحرائر تنستسمح منكم اخي، ولكن كاينين شي كنان مرا شنو نقول لك تاي يديروا يهز الرايه البيضاء يقول لك الله غالب. شي واحدين مشاو عاد من مشاو عند واحدين قال لك اسيدي تي وتي بعض ما شكون هادو قال لك تيشاركوا في اللجان الثنائيه وتهضر تي اش يقول لهم تيسولوه على الملف ديال ما قبل 2012. قال لهم هاد الملف، قال لهم حنا راه من بعد 25 ابريل المحطه ديال 25 ابريل 2019 مشينا تنهضروا عليهم، راه هضرنا هما على من كانوا تيهضروا، كانوا تيهضروا على ما قبل 2012، كانوا تيهضروا على اللي تقاعدوا بعد 2017 اللي عندهم مشكل مع صناديق التقاعد مع الاصلاح البنكي الراني. وزير التربيه الوطنيه ما عندوش شي دخل مع الاصلاح البنكي الراني، هذاك مرسوم اخر وصادره قطاع حكومي اخر هو اللي عنده الصلاحيه باش يدير شي حاجه اللي بغى يديرها، وما غدار حتى حاجه لانه هما راه مازال غادي يصلحوا غيدخلوا في الشطر الثاني اللي غيبدا من 2023 باش يطلعوا 65 ويزيدوا في المساهمات ويشوفوا اش غيديروا. تنهضروا في هادشي وتيهضروا تاني على من كانوا تيهضروا على 154 دوك اللي تقاعدوا من 2012 ل 2015 اللي كانوا مقصيين وردوهم متقاعدين ودوزوا حوالي 4000 واحد ظلما وجورا، وبقات 154 ما كملوش الشرط النظامي. داك الشرط النظامي ما عند موجود في المرسوم، هذاك المرسوم اللي موجود فيه تابع للوظيفة العمومية وتحديد القطاعات إصلاح الإدارة الآن، تابع للمرسوم جوز 19 جوز 04 403، يعني بن موسى أو وزير التربية الوطنية ما عنده حتى شي علاقة بهذاك المرسوم باش غادي يغيروه ولا يتموا ولا يعدلوا. المرسوم اللي الآن ممكن هو يخدم فيه ويعدلو ويتمه ويدير ليه اللي عنده فيه الاستثناء هو المرسوم ديال جوج صفر جوج 854، لعلمكم أنه راه تم إعداده في 2002 وما صدروه حتى 13 من نشر 13 جوج 2003 باش يحرمونا حنا من الترقية الاستثنائية، وداروا لنا ترقية استثناء وترقية استثنائي وتقاعدوا بالتاسع. هذاك المرسوم ديال النظام الاساسي 2003 هو اللي عنده الحق باش يعدلو بن موسى او ديرو، اذا باش يجنبهم اصلاح المقياسي ما عندوش حتى علاقه بهذا. كاين الاليات اللي كاينه في النظام الاساسي 2003 هي اللي ممكن يديرها فقط.
حنا راه شرنا ليه. دوك ملي مشاو تيسولوا هذاك هزهم وهبطهم للارض. واش قال لهم؟ قال لهم حنا ترافعنا، حنا راه قدمنا الملف وهذه وهذه، وراه ما قدمش الملف ديال ما قبل، قبل حتى واحد ما هضر عليه. الوزير راه جا واقف وقال داكشي اللي كاين، قال لك حنا ما نرجعوا لهذا اللي قال لك تيكون في اللجان الثنائيه وغادي تتبجحوا به، داو ليه العصير كي هاو، قال لك غادي ليه ما بقات ها الهديه يدوها ليه كوبن هرقن. اش قال لهم؟ قال لهم حنا راه دفعنا لهذا الشيء وقلنا لهم ضحايا النظام، ولكن الوزاره هي التي تعرف الاحصائيات وتعرف المعطيات، هي اللي تطرف هذاك الملف. وفعلا انا ما كذبش، انه من النقابات ما كانوش عاطينه، ولولا اللجوء ديالنا الى ابناء اسيا في حاضره المحيط المناضله من امثال السي العديلي حسن اللي ترافع بقوه وبمتانه بعد ما تبين ووصلنا ليه هذيك، فصلنا ليه هذيك المظلوميه تولت عيشه وترافع، وفعلا الوزير اعترف وتبين ومشى وجابوا له المعطيات الصحيحة التي كنا نتحوز بها، لأن هذا الملف فعلا جا من الوزارة، جا بعد الرقابة ديال البرلمان اللي تمارست من داخل قبة البرلمان، الرقابة البعدية، لأن هما اللي تحافظوا على القانون، سيران القانون، تنفيذ القانون، هما اللي تشرعوا القانون، وخاص القانون يحترم على الجميع بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص. فعلا من توصل رسميا السيد الوزير أمزازي اعترف وجاء أمام لجنة التعليم وقال بأن كاين هناك 10200 في الأول، قال 11000. علاش؟ لأن الإحصائيات حنا تتحوزوا بها. كيفاش نتوما اللي تتشاركوا في اللجان الثنائية وما عارفش الإحصائيات وما عارفش المعطيات ديال الملف ديال الضحايا، وحنايا عارفينها. وأنا نقول لك الإحصائيات عارفين حنا كاع اللي تخوض بالسابع وبالثامن في 2012 يا ولد عمي، من حطيتوا تما هذاك الملف وحيدتو 10 لا حيدتونا حنايا اللي تقاعدنا ما قبل 2012 على اساس راه قال لك المزاولين احتفظتوها بالمزاولين، متقاعد ماشي من حقه. وعلاش جيتو في 2019 ودوزتو المتقاعدين باثر رجعي من 2016 وعاودتاني 2012، ودوك اللي كنتو تخلصتو منهم الاوائل ما رديتوهمش. نقول لك الاحصائيات حافظها انا بكثر ما وليت تنديرها، وحطها وتحطت فوق طاولة ديال النقاش من يلا غادي تبداو. كانت 55900، حوالي 55978، يعني احصاو كل واحد توظف بالسابع او بالثامن ما بين 1972، توظيف اللي توظف ما بين 1972 الى غاية 1986، وكانت 55978 مزاول لباقي المزاولين والمحالون على المعاش والمتوفون رحمهم الله. وبما ان بن كيران جا وقف ترقيب الاثار الرجعي، تخلصتوا من جميع المتوفون رحمهم الله والمحالون على المعاش اللي العدد ديالهم حوالي 16716. هذوك اللي كانوا مقصيين من 2012، لان في الاول من التاريخ المفعول المالي والاداري في 1/1/2016 كل شيء هذاك اللي تقاعد ما قبل 2016 كان مقصي جمله وتفصيلا. جميع الافواج 13 فوج اللي تقاعدت من 2003 الى ما تم 2015 كانوا مقصيين حوالي 17716. جيتوا انتم من تدخلوا دخلوا، لان دائما هما تيشوفوا القواعد ديالهم المنتمين لهم اللي تيشكلوا القواعد ديالهم المنتسبين الى اخره، لم تحتاجوهم في هذوك المحطات اللي نتوما تتعرفوا. وتدخلوا، لولا التدخل ما كانوش غادي يدوزوا.
ولولا هذاك المتقاعد اللي كان تما وكان عنده هذاك اللي انتم عارفين اللي كان مؤثر في هذاك الملف، ما كانش متقاعد يدوز بطل رجعي نهائيا، كان يدوز المزاولون من 2019 وما بعد. ومن دوز متقاعد خاص دوز كل شيء، ودوز المتقاعد بالسلم التاسع هو الاول اللي حيدتهم، هذو كانوا عندهم ترقيه استثنائيه ومترقيين قبل ما يخرجوا، درتوا فيهم الكوطه الترقيه الاستثنائيه ودرتوا فيها الكوطه وتقاعدوا بالتاسع، كان التاسع هو الاول خاصو يدوز نزيدو طرونت دوزو. قلنا قسات حوالي 16716 مني كانت التدخلات، هذوك اللي كانوا قاعدوا من 2012 الى 2013 لاخر لحظه اللي دخلوهم في هذاك المرسوم وداروهم الفئه الاولى ديال المتقاعدين وهم كانوا مقسيين، دوزوا حوالي 4000. شحال بقات؟ بقات 12716. هذا هو العدد اللي كنت نعطيه، سواء عطينا الاستاذ اللي كان سولنا ديال الجامعه الحره قبل من كنا قدمنا عليه في مراكش، سواء عطينا السي العادلي ك لان هاد النقابات وكل شيء متى تمشي عندها اول حاجه تتسول عليها هي العدد، يما العدد شحال نتوما 17000 حوالي، يعني بقات 16716 دازوا حوالي 4000، بقات تقريبا شي اللي تقاعدوا قبل من 2012 يعني من 2003 حتى 2000 من 2011 12716 اللي قلنا لهم حنا واللي قال السي العادلي اللي حوالي 12000. رد الوزير هذيك الساعه قال 11 حوالي كاينه 11000، انا ما كانش عاطينا للتيرم. ومن بعد من يرجعوا المدير الموارد البشريه وشافوا المسائل وعرفوا المسائل راه كاينه ولدينا ما يفيد، اللي جابوا لي العدد الصحيح 10200 متقاعد ومتقاعده اللي تقاعدوا من 2003 الى ما تم 2011، ولما لا 2002 و2001 و2000، يعني راه داك الشيء اللي ليست راه عنده قدام وراه عارف، داك الشيء علاش قال لما لا 2002 و2001 و2000، لانه لي ليست جابوا لي ليست من ولا داك الشيء رسمي، وقال تبين، مين تيقول لك تبين وافهم شنو هي تبين، لما تبينت وهذا الملف جديد مخالف لانهم كانوا حيدوا اللي تقاعدوا بالسلم التاسع وتوظفوا بالسابع وبالثامن اللي هما الاصل ديال المظلوميه، ولاو محيدينهم هاد المجرمون، مجرمون انتم انكم ما كنتوش حقانيين في معالجه هذا الملف اللي كانوا مضرين اصلا. يلا الان ولات يقول لك مذكره تفصيليه، وفعلا اعد السي امزازي مذكره تفصيليه في الملف، وهذا الملف قال لك سنقوم ببنائه واعطائه الاولويه، وفعلا هذا الملف هذاك الشيء علاش قال لي احنا، قال لي ما تنعرفينش احنا المعطيات ديال هذا الملف وما عارفينش شكون المعنيين بالضحايا وما عارفينش المعطيات وما عارفينش العدد الى اخره. اذا العدد راه 10200 ومتقاعدين بالتاسع هما الاوائل غادي يدوزوا، لانهم هما الاصل كانوا هما الاولين خصهم يدوزوا، ونشيتو عطيتو هذوك ديزين بالاقدميه العامه واعطيتوهم اقدميه اعتباريه، الاقدميه في الاقدميه لونستين لونسيونتي لونسيونتي لونسيونتي. فعلا كون بقيتو تابعين وبقينا حنا تابعينكم تابعين لنا، يلا كل واحد تيقول لك انا النقابه ديالي هي اللي غدوز، انا النقابه ديالي هي اللي غدوز، ولاو مضاربين بحال الدراري الصغار جاتهم ديك النعره ديال الانتماءات اللي تضيع الحقوق، ما تهمهمش هما المصلحه العامه ديال كلشي، كل واحد باغي يقول لك انا راه نقابتي هي اللي تدوز، الاخر يقول لك في الاخر نقابته ولا نقابات، لا حتى واحد ما عارف اش كاين، قال لك اسيد ما عارفينش، الوزاره هي اللي عارفه داك الشيء، وفعلا راه الوزاره هي اللي عارفه داك الشيء، هي اللي عندها الملف، هي اللي من عندها هي اللي اعترفت بينا، كون ما كانش الوزاره اعترفت بينا وكانوا هذوك الاخوان الله يجزيهم بخير في فريق العداله والتنميه لنكون لهم جميع الاحترام، مثل الاستاذ العادي اللي حسن، استاذه منى الله يجازيها بخير في وجده الابيه فعلا وفي اسف حاضره المحيط المناضله، وبعض الشرفاء من جميع المغرب اللي باقي الان مخلصين لنا
مخلصين للشيوخ ديالهم، ونحن كلنا في خدمة هذوك الشيوخ اللي تهمنا، وما هذوك الشيوخ ديالنا يدوزوا فقط، لا يهمني شيء آخر. وأستسمح لكانت النبرة دايرة شوية، ولكن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يلا نشوفكم بخير، طولنا شوية.